هذا هو مكتبي، هي ما لها قهوة بالنسبة لي أو ما له مكان لحتى أنا أجي أتسلى. هذا المكتب وهذا المكان هو دائما إلي، حتى الشباب اللي بيشتغلوا هون بالقهوة يعني هن دائما بيعرفوا إنه هذا المكان هو حيجي عليه طلال ويكتب من الساعة 6 الصبح للساعة 12. هذا المكان يبدو إنه صار بيتنا الثاني، لأنه ما بعرف أكتب بالبيت، ما بعرف أكتب ورا مكتب، بعرف أكتب على هي الطاولة. بحس إني أنا عم بكتب أفضل بهذا المكان، بجوز للراحة النفسية، بجوز لأني فعلا أنا مرتاح من هذا المكان ومن الأشخاص اللي بهذا المكان. يعني مستحيل أنسى حتى الشباب اللي بيشتغلوا، حتى الشباب اللي فعلا مو بيشتغلوا، هن بيساعدوني، صاروا بيعرفوا يتعاملوا معي، يعرفوا شو بدي، يعرفوا إذا بدي القهوة ولا بدي شاي. أي مشروب تشرب بهي القهوة بحسسك بريحة الشام، لساتها محافظة على ريحة القهوة الطيبة، حتى حلاوة الشاي اللي بيحسسك إنه فعلا دمشق محافظة على تاريخها وعلى ماضيها. هذا المكان اللي هو بقلب دمشق الحديثة تعتبر، اللي هو شارع العابد، لكن لساته محافظ على ريحة القهوة الدمشقية. شارع العابد أهميته تأتي من وجود البرلمان. تاريخ مدينة دمشق هو مثل الحلقة، كل حي مرتبط بأحداث وأشخاص، وإذا بتفك حلقة من الحلقات تفرط القصة. المدينة ككل تغيرت بعد ثورة 25، بلشت الناس تطلع من الأحياء القديمة وتتجه لبيوت بعمارات مبنية من حجر، وبلشت فرنسا تشجع توسع مدينة دمشق. صار في مدارس بهي الأحياء، صار في ترامواي يصل لهي الأحياء، صار في متاجر، صار في سينمايات، ازدهرت المنطقة ككل. واتخذ قرار بإنشاء المجلس النيابي، تغير شكل الحي ككل، تحول لمقر سياسي. العلم السوري رفع في هذا الشارع. من الأسباب اللي ارتبطت بالسياسة فيه، محمد علي العابد أول رئيس جمهورية انتخب هنا، وبحكم أنه هو أول رئيس جمهورية الحي كله أخذ اسم هذا الرجل. ظهر مقهى الروضة بعد سنوات قليلة بال 38-39، وهو أساسه سينما. أساس مقهى الروضة سينما المملوكي، وأول ما بلشوا فيها كقهوة ما كانت بالشكل ولا بالحجم اللي نحن اليوم نعرفه، ظلت لبداية السبعينيات أرض تراب. أنا يمكن أول مرة دخلت هاي القهوة ما دخلت زبون، دخلت شغيل. أول يوم اشتغلت فيه طلع لي بخشيش 29 ليرة. هي القهوة أنا أول مرة اشتغلت فيها صارت 29 ليرة. فأجيت لهون لقيت عالم مختلف تماماً، لقيت عالم الصحفيين، لقيت عالم الأدباء، عالم المحاميين، الدكاترة، الضباط. طبعاً تغير الوضع، أنا اليوم بدخل على القهوة زبون، ولكن حقيقة ما بحس حالي زبون، بحس حالي أنا جزء من القهوة. في شيء بنسميه معالم بشرية بالمدينة، في أشخاص تتغير المدينة وهن ما بيتغيروا. منهم بائع الجرايد اللي بيقعد على كتف الروضة، منهم داخل مقهى الروضة الأخ حكم صقر. تفضل يلا جاي لعندك، روح جيب كاسي وجي على عيني. تغيرت المدينة فوقاني تحتاني، حكم موجود. جيت على مقهى الروضة كان في 20/11/75 وبدأت العمل، ومشيت في هذا العمل حتى تاريخه. 95% عندي إمكانية أعرف كل زبون شو بيشرب، حتى أي ساعة بيجي وأي ساعة بيروح، وقديش بيقعد وشو بيلعب وشو بيهوى. يعني ما عاد إلي أدخل بعمق قلبه أعرف شو بده يحكي. كانت علاقة طيبة، أخوي محبي، وسميها علاقة روح بروح. إذا غبت
يوم واحد عن هذا المحل كل يسأل أين أبو الحكم؟ ماذا صار بأبو الحكم؟ وأحياناً يغيب زبون بسبب ما، أستفسر زملائه الذين يجلسون معه أين هو فلان أو أبو فلان ليطمئن قلبي عليه. إذا فترة مرقت ما إجا شخص معين ممكن أنت ما يكون كثير صديقك هذا الشخص، بس أنت بتشوفه يومياً فأنت ممكن تتوغوش عليه أو تتصل له تطمن عليه. وتقريباً كلياتنا هون بنعرف بعض بهذا المقهى، كل طاولة قريبة من الطاولة الثانية فتخلق علاقات بين هدول الناس وفعلاً بصيروا أصدقاء وأصدقاء كثير منيح. الناس يلعبون الطاولة، يلعبون الشطرنج وش لعبة الشد. أنا في شغلة بدين الفضل إلا لهي القهوة، إني أنا عرفت صير أقرأ جريدة. شلون كنت أقرأ جريدة؟ ما روح أشتري جريدة، الزباين تشتري جرايد وتقرأها وتتركها على الطاولة، وبس تروح أنا أمسك هالجرايد وأقعد أقرأها. شكلت عندي حب السينما. كانوا في كثير عراقيين بالقهوة وكنت أحياناً ما أفهم عليهم، كانوا منهم لهجتهم ثقيلة كثير، في منهم كانت لهجتهم مفهومة، وصار فينا صداقات. جيت بسبب ظروف العراق اللي ما مستقرة كانت، وسبب ظروف الحرب العراقية الإيرانية، وبقيت لي هاي 35-36 سنة. كل الشباب اللي يفوتوا على القهوة بيسلموا علي لأنه أنا ثابت بمحلي، عرفت شلون؟ وبيعرفوني أنه أنا عراقي مقيم هون من 79. يعني اعتبر هالطاولة هذه هي مكتب دائم لي، يعني صحيح انه ما في عمل رسمي بس مكتب. بناء عني بريد المهجرين لانه قدرت انه اجمع بين العراقيين كلهم، وبيقولوا لي انه نروح ونرجع وبنلاقيك على نفس الطاولة وبنلاقيك نفس المكان، حتى من اللاذقية وطرطوس انا ما شايفها. هي بسطة الجرايد عمرها من عام 1928، أنا ببعد عن قهوة الروضة 3-4 محلات، والدي إله هون من عام 1928. نحن بحكم القدم هون مر علينا أدباء وسياسيين مثقفين وضعوا بصمة على هالبسطة جميلة جدا. مثال على ذلك أستاذ محمد الماغوط وعظمته، كان يقعد على الدرج هاد وكان دائما صامت. فمرة تجرأت وسألته، قلت له أستاذ محمد تقعد صامت وبتروح صامت؟ قال لي أنا بيجي لعندك بس لأخذ منك الماضي والتاريخ والخاطرة. وأمثاله كثير، يعني مثل وليد أخلاصي الأديب والعظيم، كل ما يجي من حلب كان دائما يمر لعندي قبل ما يدخل المقهى، يأخذ بضاعته ويتبضع ويذهب إلى المقهى. وكم من سياسيين وأدباء ومثقفين، شو بده يذكر ليذكر الواحد، هذا اللي حدث معي. اكتشفت فيما بعد انه هي القهوة هي عبارة عن مجلس شعب صغير. اكتشفت انه فيها أمناء او رؤساء احزاب، كنت شوفهم صفوان القدسي، شفت كنت نشوفهم مثلا يوسف جعيداني، كنت شوفهم مثلا وزراء. النواب والسياسيين اللي اليوم الناس مرتبطة قهوة الروضة بانه بيخرجوا النواب من المجلس وبيفوتوا على مقهى الروضة، بالثلاثينيات وبالاربعينيات ما كان هذا هو الوضع. كمان توجه النواب إلى المقهى أتى بعد الجلاء، وتحديداً نواب الأحزاب اليسارية وعلى رأسهم أكرم الحوراني، وفيما بعد نور الدين الأتاسي كان من رواد الروضة، والكثير من المفكرين والرموز الثقافية للمرحلة. ما لفت نظري أكثر شيء بهي القهوة هو المحامي هائل اليوسفي، لأن كل الناس بتسمع حكم العدالة، فكان هائل اليوسفي يجي الصبح لأن هو بيسلم حلقته قبل بيوم، فيقعد يكتبها، يقول لي عوض اليوم اسمع حكم العدالة لأن في مشهد بالقهوة حاطك أنت وأبو زهير إنكم عمال من عمال القهوة. كنت أتفاجأ أنه شوف الله يرحمه عدنان بركات، بس كان المشهد المحبب إلي كتير أني كنت شوف الله يرحمه أنور البابا وسعد الدين بقدونس وتيسير السعدي، كانوا يجوا ثلاثة بتذكر لليوم لابسين برانيط يقعدوا بالصيف لحاله
كنت شوف نجوم كرة القدم السورية هون أمثال فارس سلطجي وأنور عبد القادر وليد إسلام طارق علوش الله يرحمه مثلاً كنت شوف عماد حقي بطل العرب بطل آسيا بطل الشرق الأوسط بالشطرنج تعرفت على سينمائيين عظام بهي القهوة شفت محمد ملص شفت أسامة محمد شفت عصام سليمان شفت النقاد سعيد مراد شفت الناس المهتمين بالثقافة دخلت إلى هذه القهوة اشتغلت بس أنا كنت بملك حب السينما جوا أنا تشكلت عندي المعرفة تشكل عندي الاطلاع الأكبر على السينما يلي هي اليوم عالمي هاي القهوة ما لها لمضيعة الوقت ما لها للعطالين بطالين أبداً يعني هاي القهوة انكتبت فيها روايات انكتبت فيها مسلسلات انكتبت فيها ممكن حتى الجرايد تتحرر من هي القهوة لقاءات صحفية كلها صارت من هي القهوة اجتماعات شغل حتى تجارة كل شيء أنا من جهتي أنا صرت كاتب سبع مسلسلات بهي القهوة على هي الطاولة وبهذا المكان هي القهوة صارت فعلا مكان للعمل والشغل وحتى الإبداع يمكن هاي الطاولة كان يقعد عليها من 40 سنة الجيل الأول من الفنانين ونحن الجيل الرابع من الفنانين عم نقعد على نفس الطاولة إيشو أشخاص بدهم يشتروا هاي القهوة هلأ هن أصحابين قهوة ما وافقوا يعني بس صار هيك بلبلة إنه ممكن هاي القهوة تنشرها وتصير لأشخاص تاني كل الناس اللي بتجي على هاي القهوة بترتادها صاروا يحسوا مثل كأنه يعني مثل اللي فقد شيء كتير كبير لأنه القهوة ما له يعني هذا المكان ما له بمكانه هذا المكان جد بالأشخاص اللي هن قائمين على هذا المكان